سالب 2 و3 يساوي 5 اوجد 2 الف. نعمل ايه؟ نجيب البعد بين النقطتين. هجيب البعد بين النقطتين هيبقى الجذر التربيعي 7 ناقص 3 اللي هو كام؟ خلينا نبدا من النقطه الاولى اللي فيها الف عشان نعرف يبقى الف زائد 2 لكل تربيع زائد 7 ناقص 3. هو مش هيفرق جمالك معايا يعني مش هيفرق اللي نبدا منه بيساوي 5. طيب انا دي كده تعتبر معادله. يبقى هعمل ايه؟ اقول جذر الف زائد 2 لكل تربيع زائد هنا 7 ناقص 3 كام؟ 4 تربيع بكام؟ ب 16 يساوي 5. طيب هقول بتربيع الطرفين بتربيع الطرفين علشان اربع الطرفين عشان اشيل الجذر. يبقى اشيل الجذر من هنا ويطلع عندي الف زائد 2 لكل تربيع زائد 16 بيساوي 25. بعد كده ال 16 هنا جمع نجي لها الناحيه الثانيه ايه؟ يبقى الف زائد 2 لكل تربيع بيساوي 25 ناقص 16 تطلع ب 9. بعد كده بحل المساله بتاعتي دي مرتين. الف زائد 2 بيساوي انا بودي الاس جذر فيطلع عندي الف زائد 2 يساوي موجب وسالب جذر 9 اللي هي 3. ارجع احل المساله دي مره ان الف زائد 2 بيساوي 3 وانت الجمع ضرب يبقى الف بيساوي 3 ناقص 2 تساوي 1. مره ثانيه الف زائد 2 يساوي سالب 3 انت الجمع ضرب يبقى الف بيساوي سالب 3 ناقص 2 يساوي سالب 5. يبقى قيمة ألف بتساوي 1 وسالب 5.